لنتخذ القرارات المصيرية بحرية. دلوني على مكان من حولنا ومن محيطنا لنأخذ فيه قرارات مصيرية أكثر مما نحصل على قرارات في هذا المكان في وطننا. قالوا لا نريد أن نحضر. الإخوة في الجهاد الإسلامي والإخوة في حماس، هذه لحظة مصيرية تستدعي من كل فلسطيني أن يتداعى فورا ليناقش وبسرعة مصير العاصمة الأبدية. إن قلنا في السياسة فهي العاصمة، إن قلنا في الدين فهي السياسة فهي العاصمة، إن قلنا في الجغرافيا فهي العاصمة. بلاها أخرجها بتغريدة تويتر السيد ترامب عن الطاولة. قد لا ألوم الجهاد الإسلامي لأنهم لا يتحدثون بالسياسة ولا يعملون بالسياسة، ولا أريد أن أكمل المعزوفة حتى لا أقع في الغلط. لكن ما أزعجني فعلا موقف إخوتنا في حماس، وهنا مضطر أن أغوص قليلا في التاريخ وأذكر فيما أذكر الانتخابات التشريعية التي عقدناها في 2006. قبل أن نبدأ الانتخابات بثلاثة أشهر أبلغتنا إسرائيل أنها لن تسمح لنا أن نجري الانتخابات في القدس، وهذا مش تاريخ قديم، كلكم حافظينه أو حاضرينه أو بتعرفوا عنه أو مريتوا فيه. فقلنا لهم ما دامت القدس مستثناة من الانتخابات فلا انتخابات يمكن أن نعقدها بدون القدس. فخرج علينا الأخ محمود الزهار وقال كيف نلغي الانتخابات من أجل القدس؟ هل هي القدس مكة؟ نعم القدس مكة. نعم القدس مكة، وتشد الرحال إلى ثلاث، المسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى. الرسول حط في تساوي وقال عليكم أن تذهبوا إليه وأن تأخذوا له زيت، ولا بنقول جيبوا زيت بس مش زيت زيتون، عنا زيت زيتون بدنا بترول. فعلا هذه كانت مفاجأة صاعقة لنا. لا القدس مهمة، والقدس في أهمية الكعبة في أهمية مكة، ومالها هي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. وأقول مشان الانتخابات بلاها القدس؟ لا لن نقبل. وهنا تدخل الأمريكان وأصروا وضغطوا على الإسرائيليين وحصلت الانتخابات في القدس. أنا لا أريد أن أذهب بعيدا وأتمنى أن قيادة حماس لم تتساوق مع الزهار الذي يتساوق مع تويتر ترامب
في موضوع القدس. القدس اللي هي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، هي عاصمتنا الأبدية، شاء من شاء وأبى من أبى. ولذلك نحن هنا نلتقي لنحمي القدس، لندافع عن القدس. ولا حجة لأحد أن يقول والله المكان مش مريح، والله عاملين لك تكييف من أحلى ما يمكن، ومطر برا وشي، ولا بدك تروح هون ولا هون ولا وين. أنا ما رح أقول وين، أنتوا قولوا. هذا لا يجوز، هذا لا يمكن أن يحصل. نحن في لحظة فارقة، في لحظة خطيرة، مستقبلنا كله على المحك. إذا راحت القدس شو بدكم بعدها؟ تسووا دولة؟ عاصمتها أبو ديس يا أخي أبو علاء؟ هيك عم بيعرضوا علينا هلأ، أبو ديس ومش عارف وين، مش عارف وين. خلصنا، احنا هنا جالسون، هنا باقون، ولن نرتكب اخطاء الماضي، لن نرتكب اخطاء 48 ولا اخطاء 67. نحن باقون هنا، احتلال، استيطان، ايش مكان باقون. لن نرحل عن هذا البلد، هذا بلدنا، هذه بلادنا. من أيام الكنعانيين بلادنا، وبالمناسبة إحنا أسلاف الكنعانيين تقول التوراة، أنا بديش أدخل في التاريخ والجغرافيا، من أيام الكنعانيين إلى اليوم لم يغادروا هذا البلد، وهم هنا قبل سيدنا إبراهيم. نحن قبل جدنا إبراهيم، فلن نغادر هذا البلد. أنا خرجت عن النص لأني فعلا كنت منزعجا جدا مما سمعت بالأمس، وهذا موقف يجب، أنا لا أريد أن أغوص كثيرا لأدخل في التخوين وغيره، هذا كلام فاضي، بس هذا لا يجوز ولا يمكن أن نقبل، لا من قيادة حماس ولا من قيادة الجهاد، كلنا فلسطينيين بالأخير. وما بناخذ تعليمات من احد، لا ناخذ تعليمات من احد، وبنقدر نقول لا لمين مكان، ليش نكبر حجرنا، بنقدر نقول لا لمين مكان إذا كان الأمر يتعلق بمصيرنا، بمستقبل قضيتنا، بأرضنا، بأهلنا، بشعبنا. لا، وألف لا. والآن قلنا لا لترامب ولغير ترامب، لا، لن نقبل مشروعه، وقلنا له صفقة العصر هي صفعة العصر، لكن سنردها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كله على الهامش الحكي. يتسم لقاؤنا هذا اليوم بالأهمية البالغة في هذه الظروف الخطيرة والأيام الحبلى بالأحداث الجسام التي تتناثر من كل الاتجاهات لتزيد من الأعباء والتحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا. إن هذا الحضور المتميز من كل الأطياف الشعبية والرسمية والضيوف الكرام ممثلي الدول الشقيقة والصديقة الذين جاءوا لمشاركتنا في هذا الحدث الهام، أصرت عليه القيادة لكي يشكل إضافة نوعية لأعضاء المجلس المركزي
وليتحمل الجميع المسؤولية كاملة، حيث إن الأمر لم يعد يحتمل بأن يقتصر على أعضاء المؤسسات الرسمية، فلا بد للكل الوطني أن يشاركنا هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ شعبنا. وبهذه المناسبة فإنني أتوجه بالتقدير والاحترام لكل دول العالم وشعوبها ووسائل إعلامها الذين هبوا معنا احتجاجاً واعتراضاً على القرارات المجحفة التي اتخذت بحق قضيتنا. ولا يفوتني أن أحيي أبناء شعبنا الذين لم يتوانوا أبداً عن الاستجابة لنداء الوطن والقدس والأقصى والقيامة للدفاع عنها وحمايتها بتقديم التضحيات الجسام من شهداء وجرحى وأسرى ومواجهة الهجمات العنصرية للجيش الإسرائيلي والمستوطنين ليقولوا بصوت واحد ونفس واحد: القدس لنا، والقدس عاصمة دولتنا الأبدية، إنها مصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومهد سيدنا المسيح ومثوى إبراهيم عليهم السلام. قبل بضعة أيام أو قبل أسبوع حصل لقاء وزاري بين بعض وزراء العرب ليناقشوا القضية، فقال أحدهم: ولكن نحن عتبنا على الشعب الفلسطيني، عتبنا على الشعب الفلسطيني الذي لم يهب بقوة بشراسة وينتفض بعنف بعنفوان. فرد عليه وزيرنا وقال له: قبل أن أقول لك ماذا لدينا حتى هذه اللحظة، حتى تلك اللحظة، أسألك سؤال: هل سمحت بلدكم الكريم بمواطن واحد يقف في ميدان جانبي ليقول واقدس؟ واحد أحد جاي تقول لي الشعب الفلسطيني؟ ولمعلوماتكم للآن، لما قبل يومين 20 شهيد والمظاهرات شعبية سلمية، شعبية سلمية، مظبوط؟ غصبا عنك شعبية سلمية، ومع ذلك الشهداء 20، الجرحى 5632 جريح، والمعتقلين 1000. ومع ذلك يقول لم يهب الشعب الفلسطيني. إذا أردت يا سيد الوزير أن تبرر لنفسك تقصيرك فلا تلقي بكلامك واتهاماتك على الشعب. هذا الشعب حي ويدافع عن قضيته، ولا يريد وليس بحاجة لمن يقول له هب من أجل قضيتك. يا ريتكم على الأقل تعطونا كتف أو تفكونا من ريحتكم. وبهذه المناسبة فأنني أتوجه بالتقدير والاحترام لكل دول العالم وشعوبها. خلصنا منها. أنتم هنا اليوم لتقرروا لشعبكم عنه ومن أجله ومن أجل المستقبل، كل المستقبل، إلى أن يشاء باري هذا الكون الذي اختاركم لترابطوا. ولقد أحسن تبارك وتعالى في الاختيار وأبدع، واختاركم من بين سكان الأرض منذ أن خلق هذه الأرض
لكي تكون كما كتب لكم وأنتم كذلك. أنتم أهل الرباط في القرآن الكريم، وأنا مش شيخ، أظن الشيخ بيقدر يعدلني. كلمة الرباط لم تأتي إلا هنا، إن شاء الله بتكون اجت في محل تاني. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مكتوب علينا هذا، بدنا نتحمل. احنا المرابطين، الله اختاركم لهذه المهمة، احنا نقول لا، ما بدنا نحضر لأنه المكان مش مناسب، عيب. ولقد تنبأ لكم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الرحالة تشد إليكم، وبأن الأنظار تتجه نحوكم، وبأنكم مهما خذلوكم البعاد لن يضروكم، لأن الرعاية الإلهية تحميكم ما صبرتم وصابرتم ورابطتم واتقيتم ربكم، فأنتم المفلحون بإذن الله وأنتم كذلك. أيها الإخوة الكرام، لابد أن نتحدث عن أو نعود إلى الماضي قليلا لنتابع كيف جرت الأحداث. هناك مفاهيم كثيرة صحيحة أو مغلوطة كيف بدأ هذا المشروع في بلادنا هنا. نحن إذا كنتم أظن تتذكرون تماما، حاولنا أن نثير قضية وعد بلفور من 100 سنة، ولامني البعض، يا أخي بعد 100 سنة بتحكي؟ نعم بعد 100 سنة بنحكي، ولا زلنا نتكلم وسنستمر في الكلام إلى أن تعتذر بريطانيا العظمى وتقدم التعويض وتعترف بدولة فلسطين. لكن القضية أيها الإخوة بدأت قبل ذلك بكثير وكثير جدا. عبد الوهاب المسيري وهو مثقف مصري رحمة الله عليه، من أهم من تكلم عن الحركة الصهيونية وعن اليهودية، وله مجلدات وله موسوعات معروفة في كل العالم العربي، وصف هذا الكيان بهذه الكلمات: إن الطبيعة الوظيفية لإسرائيل تعني أن الاستعمار اصطنعها لتقوم بوظيفة معينة، فهي مشروع استعماري لا علاقة له باليهودية، لا علاقة له باليهود، لكن استعمل اليهود ليكونوا أداة، فكانوا تحت شعار أو تحت أشياء كثيرة، منها أرض الميعاد، الوطن، الحب، المش عارف إيه، هذا الكلام اصطنع لهم فجاءوا بهم إلى هنا. القضية إخوانا لم تبدأ منذ 100 سنة، لم تبدأ منذ وعد بلفور، وإنما بدأت وحسب معلوماتي المتواضعة، وربما أكون مخطئا، ربما قبل ذلك بكثير، في سنة 1653 عندما حكم كرومويل بريطانيا. كرومويل سوى انقلاب على الملكية وصار رئيس جمهورية في سنة 1653، يعني قبل 300 سنة من وعد بلفور، وفكر بنقل اليهود من أوروبا إلى الشرق الأوسط، إلى هذه المنطقة فيها وفي كل خطوة. وأمريكا هي التي أصرت ولم تكن عضوا في عصبة الأمم
أن يضمن ميثاق عصبة الأمم هذا الوعد، وصك الانتداب البريطاني أن يتضمن أيضا هذا الوعد، وجاءت بريطانيا لتنفذ هذا الوعد، وخلال 30 سنة نفذت هذا الوعد من عام 1921 إلى سنة 1947، وصارت هناك الدولة اليهودية. في قضية مهمة، أن اليهود كيف يهاجروا؟ اليهود لا يريدون الهجرة، بالقتل بالذبح بالكذا ما بدهم يهاجروا، حتى في الهولوكوست اللي صارت ما هاجروا. كان كل اليهود بالمناسبة في فلسطين في 48 قديش 650 ألف، وأغلبهم جايين من أوروبا. فكان يقول هرتزل إن العداء للسامية هو المحرك للصهيونية، يعني كلما كان الإنسان معاديا للصهيونية للسامية كلما نفعنا، لأنه بحرك الهدف الصهيوني بطرد اليهود. بمعنى آخر أنه هم بدون يخلصوا من اليهود من هناك، يخلصوا منهم لأسبابهم ويستفيدوا منهم في بلدنا، بضربوا عصفورين بحجر. وهكذا كان، وبدأت هذه العملية، وبدأ الانتداب البريطاني وصار ما صار. بالنسبة للفلسطينيين، الفلسطينيين طبعا من أول ما عرفوا بالمشروع وبدأوا يتعاملوا معه، قامت ثورة 1921 وأنشئت اللجنة العربية العليا، بعدين صارت اسم الهيئة العربية العليا. وهذه اللجنة هي اللي قادت النضال الفلسطيني منذ البداية، منذ بداية الانتداب إلى عام 1948. في هذا هناك محطات، محطتين أو ثلاثة نمر عليهم. لجنة شو هي لجنة شو؟ عندما حصلت ثورة 29 في الخليل كانت على حائط البراق، فالبريطانيين شكلوا لجنة من سويدي وأندونيسي وسويسري، ثلاثة جابتهم بريطانيا وقالت لهم روحوا ابحثوا الموضوع. فراحوا بحثوا الموضوع، شو القصة؟ قال هذا موضوع حائط. طب هذا الحائط شو أنتوا تقديركم؟ قالوا بصراحة هذا الحائط ملك للوقف الإسلامي، ملك للوقف الإسلامي. ووضع هذا في قرار في عصبة الأمم. بعد ذلك قامت ثورة 36 وحصل فيها الإضراب الشهير اللي لم يحصل في تاريخ الأمم. قال بقول لك ما في يعني همة عندكم الفلسطينيين. 6 أشهر إضراب في 36، ثم تربية لنداء بعض الإخوة العرب توقفت الثورة الفلسطينية. وفي هذه الأثناء في عام 37 اجت لجنة بيل التي عادت باقتراح تقسيم فلسطين. وين يا سيدي؟ هذه الخرائط قدامكم، فلسطين التاريخية، لجنة بيل ثانية، وعد التقسيم 47، ثم